فقرتنا التالية ستكون عن سيدة أصبحت حكم دولي لمسابقات فروسية قفز الحواجز، وبما أنها ولدت لإعلامي شهير رحمة الله عليه فقد أصبحت معلقة لبطولات القفز وجمال الخيل العربي. امتازت برخامة الصوت وأسلوب التعليق في البطولات. أرحب بالسيدة لما أحمد عبد العال، حياك الله أستاذة لما معنا. يا هلا حبيبتي، يا هلا. صراحة نورتينا. يمكن دائما لما نذكر اسم الإعلامي الكبير أحمد عبد العال ياخذنا الشجن فعلا لفقد مثل هذه الهامة الكبيرة اللي يعني كنا نفتخر فيها بالكويت أكيد، لكن أنت امتداد جميل لهذا إن التاريخ. إن شاء الله إن شاء الله يا رب، يعني الله يقدرني أني أكمل مسيرة الوالد، بس يمكن تكون والوالدة باختلاف أيضا. والوالدة. نعم. طبعا الله يرحمها لأنها كانت رحمة بالإذاعة الله عليها. بعد، صحيح، فان شاء الله يا رب. ليش باذن لا الله. اكيد. احنا الحين اللي محمسنا معاك الفروسيه، فروسيه والخيل. شو كانت بدايتك مع الفروسيه واتجاهك لان تكوني معلقه في هذه المسابقات؟ والله صارت بالصدفه لان بنتي فارسه بالاساس، نعم، وطبعا مرافقتي معاها يوميا بالنادي واتابعها بالخيل والقفز وهذا، فصارت بالصدفة يوم من الأيام كان بالنادي ما في، كان في بطولة يبون يسوون بطولة وما في حكم، فقالوا لي تعالي، قلت لهم أنا ما أعرف شيء نهائي هذه المواقف نهائي. فعلا قال مو مشكلة نعطيك إحنا رؤوس أقلام وهذا ونعطيك شو تقولين ونكتب لك وهذا، قلت لهم أوكي ما عندي مانع ليش لا. والله شجاعة أنك أخذتي القرار. فعلا صح، مع أن القوانين القفز في قوانين وايدة، نعم، وفي منها صعبة، وصعب مرات ان الواحد يتخذ القرار انك تحكيم وتحكيم. قلت لهم خل اجرب. جرب طبعا، بديت اول شيء انك تحكيم مثل ما يقولون 1 2 3، وكتعليق بديت بالمايكروفون، كان الناس تقولون واو شنو هذا؟ منو هذه؟ منو هذه؟ يعني في ناس جت النادي خصوصي، صوت منو؟ نبي نعرف منو هذه؟ جذبهم الصوت فعلا والتعليق. التعليق جميل. فعلا، والحمد لله يعني استمريت ونميت هذا الشيء عندي بالاطلاع وبالإلقاء يعني نقدر نقول انها كانت صدفة بدايتك في هذا بالضبط. المجال، كانت صدفة، صدفة فعلا، لكنك حبيتي وكملتي، فعلا قاعد تطورين نفسك، قاعد أكيد تنمين طبعا نفسك. أكيد. لكن حاليا انت وين تلاقي نفسك اكثر، في مسابقات التحكيم للقفز على الحواجز ام جمال الخيل؟ والله اثنينهم حلوين، اثنينهم. اثنينهم حلوين، لأن قفز الحواجز كحكم أنا اني دارسه كل القوانين. نعم. فمع درستيها عقب التجربه هذه ولا عقب قبل؟ التجربه طبعا درستها ورحت خذيت شهاده دوليه. نعم. وين من وين درستيها؟ والله لان هم يسوون الدورات مرات في معظم مختلف ما فيها دول، مقر لا معين. ما في مقر معين. نعم. فكانت وقتها في قبرص. حلو. قلت لا ليش لا، ورحت جميل انك وسجلت طورتي نفسك وفكرتي طبعاً في دراسه طبعاً. القوانين. وكتعليق الخيل القفز طبعا، نعم، كل فارس له تعليق مختلف عن الثاني، اما الخيل العربي طبعا معترف عليه كارقام وارقام، بس يعتمد على الالقاء، يعتمد تحضيري انا كاشعار كاحاديث نبويه، فالواحد يبدع بهذا الشيء. اكيد. عموما استاذه لما احنا عندنا حبيبتي. تقرير قصير نشوفه مع بعض وبعد ان شاء الله نكمل حوارنا. We'll be right back.
خطر الشقي على رأسهم فارس الكويت علي المرافي. ركان مساوي ميزوس سامبرا. فعلا نحن فخورون بكم. أستاذة لما اللي شفناه بالتقرير أن أنت أيضا قاعد تطلبين برا الكويت للتحكيم أيه. والأمور هذه كم دولة زرتي أو خلتك هذه الصدفة أنك تزورين هذه الدول؟ فعلا يعني توني أنا رادة من الرياض. نعم. لأول مرة يسوون بطولة قفز الحواجز للسيدات. خاصة للسيدات؟ خاصة للسيدات فقط لأول مرة. نعم. بالسعودية. فطبعا اتصلوا فيني ان نبيك كمحكمه وكمعلقه واذا في فريق كويتي هم بعد انه يكون معك على اساس انه لان ما عندهم الامكانيات انه حكام او مساعدين بهذه الامور. كانت تجربتهم الاولى صحيح؟ فعلا كانت. نعم. تجربتهم الاولى كانت على مده اسبوعين، يعني 3 ايام اول اسبوع والاسبوع اللي عقبه كانت 3 ايام. كانت التجربه معهم؟ والله طبعا تجربه رائعه جدا لان اعتقد انت بعد شيء جديد عليك انه يكون الموضوع نسائي فقط. نسائي فقط فعلا. نعم. طبعا كانوا مبهورين فينا. صحيح. كفريق كويتي كسيدات ان نقدر نقوم نسوي كل هالامور. نعم. كتحكيم كتعليق كالدرجات، يعني احنا فريق كامل متكامل ما شاء الله. غطينا كل شيء بالنسبه للبطوله. حتى الفارسات كانوا يعني مصدومين ان في اشياء وايد احنا علمناهم، اشياء كانت خافيه عليهم بالنسبه لنا كحكام، فكانوا فعلا سعيدين جدا بالنسبه لهذا الموضوع. حلو. لكن ايضا بالتقرير شفنا انك انت كنتي بمصر بالاردن، فيعني هل هناك دول اخرى زرتيها؟ حاليا لا طبعا، بس نعم. الاردن كذا مره، مصر كانت اول مره، والحين الرياض، وان شاء الله راح يستمرون، اعتقد راح يستمرون بالبطولات. نعم. كسيدات ان شاء الله نشوفك قريبا في مجال عالمي ان شاء الله. اتمنى. ليش لو لا؟ لو عرض عليك تقبلين؟ ما عندي مانع طبعا. جميل. ما عندي بشكل مانع. عام هل التعليق الرياضي او هذا الامر مشجع بالكويت؟ هل انت قاعد تلقين الدعم ام ان لا وجهك للاسف لا. بالرغم من هذا الابداع والشهادات الخارجيه ان احنا انتم قاعد تبدعون في مجالكم. بالضبط. للاسف لا كحكام لا ماكو دعم ولا اي شيء كحكام، يعني لدرجه ان احنا مجهودنا الشخصي البطولات تبتدي عندنا بالكويت من شهر 10. نعم. لشهر 5 واسبوعيا تتنقل من نادي لنادي، واحنا يعني نعتبر كمتطوعين. نعم. يعني احنا مجهودنا الشخصي، ما حد يدعمنا كحكام. حتى لما رحنا سافرنا كذا وحدة، إحنا سافرنا خارج الكويت عشان نأخذ شهادة التحكيم كلها من حسابنا الشخصي كان. لكن باقي الدول يعني ممكن في لهم دعم الحكام. نعم. في لهم ميزانية خاصة للحكام. إحنا لا مالنا. أنت وين شايفة مستقبل رياضة الفروسية بالكويت؟ والله بصراحة مستقبلها وايد حلو. شبابنا لأن شبابنا ما شاء الله يعني عندنا فارس من أكبر فرسان الكويت. نعم. طبعا كلهم ممتازين. ونفتخر فيهم. نعم. ونرفع الراس فيهم. عندنا فارس وصل الحين لبطولة العالم ما شاء الله. إيه. نعم. فعندنا كم هائل من الفرسان. جميل. والفارسات وعدد الفارسات على فكرة هالأيام بس العنصر النسائي. بالضبط. عنصر النساء يفوق العنصر الرجالي الحين إن شاء الله دائما إحنا المتفوقات. بالضبط. مشجعين لهم طبعا. نعم. يعني حتى في فروسية ببطولة الرياض النسائية طلع من عندنا من الكويت 9 فارسات ما شاء الله، وأثبتوا جدارتهم وأثبتوا وجودهم. نعم. خلينا نتكلم شوي عن شخصية المرحوم الوالد الإعلامي الكبير أحمد عبد العال. أكيد تأثرتي فيه ببعض جوانب شخصيته. واضح الانعكاس، أنت الحين قاعدة معي أنا قاعدة أشعر صراحة بوجوده معنا. حبيبتي الله يرحمه. آمين. طبعا أكيد بداية أنا كنت أتابع معه من أنا وصغيرة، أروح معه الاستديوهات، أحب أشوف إنه شو يسوي، وبالبيت مرات يجيب البرامج أو يعد برامج. نعم. اللي يقدمها هو مرات يعدها، فأقعد معه أشوف شو يسوي، شلون يشكل حتى النشرات، طريقة تشكيل النشرات. هذا اللي يقول إعلامي حقيقي.
بالضبط. الإعداد، التشكيل، التجهيز، بالضبط. كله يسويها بنفسه يعني ما يحتاج. يعني حتى مع الوالدة الله يرحمها. الله يرحمها. يقعد يتناقش معاها بالإعراب أو شلون تقطيع الكلمة وأسلوب الإلقاء. فيصير النقاش طبعا أو أنا موجودة. فأخذ اكتسبت بعض الأمور منها. نعم. يعني حتى لدرجة أن كنت مرات بيني وبين نفسي أقعد بغرفتي أحاول أني أقلد الوالد بطريقة بأسلوب الإلقاء. الإلقاء. فأحط مسجلة قدامي وأشوف أطالع شعر وأحاول أني أسوي إلقاء. كنت تسمعين هذا التسجيل؟ أسمعه ومرات فعلا يصلح لي. حلو. يعني حتى لدرجة أن حتى بالمدرسة أني اشتركت بالنشاط المدرسي الإذاعة المدرسية. نعم. فأعتقد شخصيته بشكل عام هل هو فعلا احنا يعني يمكن لما نشوفه على التلفزيون دائما يينا خلينا نقول يعني حكم انه هو الرجل الهادئ، رجل المفكر العميق. صح. بالبيت هو نفس الشيء؟ نفس الشيء فعلا. الله يرحمه. يعني اكتسبت منه الهدوء. نعم. التفكير، كان يحب التفكير دائما، مرات يقعد ويختلي بنفسه. نعم. حب المطالعة، عنده مكتبة كبيرة من شتى أنواع الكتب الدينية، الثقافية، الإعلامية، يعني الله. أي شيء تسمينه كتاب موجود عنده. نعم. يعني حتى الكتب الأشياء الروحانيات كان يحب يقرأ هذه الأمور، ينمي عنده هذه الروح. حاليا استاذه لما شنو مشاريعك القادمه؟ يعني انت قاعد نسمعنا تدعمين جدا الشباب في الفروسيه وفي التحكيم، هل هذا مشروعك القادم ام عندك شيء اخر؟ والله الواحد دائما يكون عنده طموح. اكيد طموحات كثيره الواحد للانسان، واتمنى ان هذه الطموحات تتحقق بالنسبه لي. يعني طبعا احب اني مثلا اجرب تجربه الاذاعه، اجرب تجربه التلفزيون، ان ليش لا؟ نعم. يعني ان الواحد يتوسع بالنسبة لهذا الشيء. وبصدد الحين قاعدة أفكر فعلا جديا أني أعمل برنامج خاص بي بالفروسية. أنا سويت واحد بالصيف. نعم. بس كانت مدة قصيرة، بس الحين الطموح أني أسوي برنامج متواصل وأعمق. نعم. وأكبر. جميل. ونتجه فيه حتى خارج الكويت إن شاء الله. بإذن إن شاء الله. كل الشكر لك السيدة حبيبتي لما أحمد عبد العال على حضورك وتواجدك معنا اليوم. أتمنى لك كل التوفيق في مجالك المميز. شكرا. الصراحة إن شاء الله. إن شاء الله. أتمنى لك تميز أكبر ووصول إلى العالمية بإذن الله. إن شاء الله. الله. وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. نلقاكم باشر إن شاء الله على خير، ومع السلامة.